هنشوف دلوقتي ازاي نرسم كيرف في برنامج الانكسكيب. هاجي هنا في الاداه ديت واقول له انا عايز ارسم الكيرف، برسم اول نقطه وثاني نقطه برسم عليها خط مستقيم. طب لو عايز ارسم لك كيرف بدوس واسحب فبيرسم لك الكيرف بالشكل دوت اهو، وبعد كده هقفل الشكل بتاعي. طيب عايز اعدل فيه، هاجي في الاداه ديت وابدا اعدل. ممكن اعمل سيلكت كده احدد نقطه معينه، النقطه دي مثلا عايزها تبقى سموث شويه، تبقى فيها تبقى كيرف كده. تقدر تسحب الخط دوت من النقطتين دول وتحرك زي ما انت عايز. ممكن تيجي على نقطتين وتعلم بينهم وتقول له مثلا النقطتين دول انا عايزهم يبقوا تلغي الحاجه اللي بينهم فيلغيها. ممكن تقول له وصل بينهم يوصلهم. ممكن تقول له انا عايز احولها لكيرف فيبدا يعملها كيرف. تقدر تعدل فيه بالشكل دوت زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز تدي لون داخلي جواه، هتيجي هنا عند الاداه بتاعت اديت كلر، تبدا تختار اللون اللي هو الشكل دوت. هتيجي هنا تقول له فيل، تقول له انا عايز اختار لون، فتبدا تختار لون داخلي بالشكل دوت. ومن هنا هتختار البلور، كل ما تكبره بيبدا يعمل هاله حواليه، وهنا الشفافيه. طيب ومن السلوك بنت تبدا تختار الشكل بتاع الخط الخارجي، ومن هنا تبدا تختار الحجم بتاعه والويدث بتاعه.